وسام خضر، محمد وسام خضر، مستشار فضيلة مفتي الديار المصرية للبحوث. دكتور وسام هيلقي ندوة الأول عن الصيام، صيام رمضان بالنسبة لمريض السكر، وبعد كده هنفتح المناقشة. أستاذ دكتور وسام، فضي يا فندم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى
فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون صدق الله العظيم الفاتحة نتشرف الآن بالاستماع لخطبة من أستاذ الدكتور محمد وسام خضر مستشار فضيلة المفتي عن الصيام ومريض السكر فضي فن.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واهتدى بهداه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وملائكة الله. كم يسعدني ويشرفني أن أشارككم هذه الندوة التي تعقدها الجمعية العربية لمرضى السكر، والتي شاركت فيها أعواما عديدة، وأسأل الله تعالى أن يبارك في جهود هذه الجمعية وفي القائمين عليها، وأن ينجح مقاصدهم ويظهر آثارهم في صلاح أحوال المصابين بهذا المرض، وذلك أن الله سبحانه وتعالى تعامل مع هذه الأمراض على أنها تحتاج إلى أسباب خلقها كما قدر المرض. وإذا تعامل الإنسان بطريقة علمية مع هذا المرض فإنه بذلك يحقق مراد الله من خلقه. فإن الكون، الخلق، صدر من الله سبحانه وتعالى. الكون بما فيه من علاقات وبما فيه من معادلات وعلوم كونية، وهذا الإنسان الذي جعله الله تعالى خليفته في أرضه، كل هذا صدر من الله تعالى من عالم الخلق. والوحي صدر من الله من عالم الأمر، ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. كلاهما صدر من الله. الوحي هو كتاب الله المسطور، والكون هو كتاب الله المنظور، والإنسان هو كتاب الله المأمور خليفته في الأرض. ولذلك لا يتصور أن يكون هناك خلاف بين الدين وبين العلم، لأن خالق العلم هو منزل الدين. وهذا القرآن هو كلمة الله الأخيرة إلى العالمين، العهد الأخير الذي عهد الله به إلى خلقه. هنالك العهد القديم والعهد الجديد، هذا العهد الأخير، ولذلك فهو صالح لكل الأسقف المعرفية، متسق مع كل الحقائق العلمية، كما خوطب به البدوي في الصحراء يخاطب به أيضا رائد السفينة في الفضاء. ولذلك كان علماء المسلمين عبر القرون صناع الحضارة في إبداعهم للتعامل مع هذه الحالات، وكان الغرب ولا يزال يستقي ويستفيد من هذه المنظومة الحضارية الإسلامية التي حصل على كثير من تراثها. وبقي الشأن فينا نحن أن نستمر كما بدأ أوائلنا، وأن نكمل ونتمم المسيرة. ولذلك فتناولنا هنا للصيام من الدين والعلم تناول يأتي من أن الدين والعلم من الله. فالدين كتابه المسطور، والعلم كتابه المنظور. وعندما مرت جائحة كورونا، دار الإفتاء المصرية كونت لجنة لبحث هذه الجائحة من الناحية الشرعية في التعامل معها في شؤون العبادات المختلفة، في الصلاة والصيام والزكاة وفي التعاملات اليومية والحياتية، لأنها حالة ضرورة. وكان من ضمن ما بحثناه في هذه الجائحة قضية الصيام،
وطلب فضيلة المفتي لجنة طبية عقدت اجتماعا في دار الإفتاء المصرية. ذلك أن يعني لما جاءت الجائحة تصدر البعض ممن حتى ينسبون إلى الفقه وادعى أن الصيام أن عدم الصيام هو الذي ينبغي أن يسير عليه الناس خوفا من جائحة كورونا. لما اجتمعنا مع هذا اللقاء الطبي مع فضيلة المفتي اكتشفنا العكس، اكتشفنا أن الصيام هو أحد عوامل العلاج الرئيسية التي بدأ الغرب يكتشفها ويوصي بها ويقيم النظم العلاجية على أساسها. ويعني أكرمني الله تعالى على المستوى الشخصي في ذلك الوقت بالحصول على 3 أبحاث في الجامعات الغربية والأمريكية وترجمتها واستفدت من مخرجاتها ونتائجها، مما يقوي ويؤكد أن عبادة الصيام من العبادات التي جعلها الله تعالى علاجا حقيقيا لداء الجسد ووقاية حقيقية لكل ما يمكن أن يصيبه بإذن الله تعالى. الجمعية أكرمتنا في اللقاء الماضي بورقة فيها تفصيلات مرضى السكر وحالتهم مع الصيام، وبالفعل أخذنا الورقة ودرسناها وأقمنا عليها وبناء عليها الفتوى الشرعية صدرت من دار الإفتاء المصرية في 12 سنة 2020. الآن حصل تقدم والجمعية لها مخرج أكثر تطورا على المستوى يعني المصري، وفيه معلومات وفيه تجارب وأبحاث أكثر دقة وأكثر تعاملا مع نتائج السكر ومع أعراضه ومع علاقته بالكبد وغير ذلك، مما يدعونا إلى مزيد البحث والنظر وإقامة الفتوى. وإن شاء الله بإذن الله سوف أخذ من الجمعية هذا المخرج الجديد ونبني عليه فتوى شرعية مستحدثة في علاقة مرضى السكر بالصيام. في الحقيقة الشريعة بنت الأحكام الشرعية على الاستطاعة، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعت، لا يكلف الله نفسا إلا وسعا. والله عز وجل في القرآن الذي أكرمنا الله تعالى بالاستماع إليه قبل قليل عندما شرع الصيام رخص في الفطر لمن لا يستطيع، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، أي يطيقونه بمشقة شديدة، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. إذن فالآية تنص صراحة على إباحة الإفطار في رمضان لوجود المرض. هنا الفقهاء والأصوليون يقولون تعليق الحكم بالمشتق يؤذن بعلية ما منه الاشتقاق. يعني ايه؟ فمن كان منكم مريضا، يبقى المقصود هنا عنصر المرض، فعلق الحكم وهو جواز الإفطار بحصول المرض. لكن هل أي مرض يكون مرخصا؟ هل أي مرض يصلح
أن يكون سببا للإفطار الذي عليه العلماء أن المرض إذا كان يسيرا لا يتضرر صاحبه بالصوم بحيث لا يزيد به المرض ولا يتأخر بسببه الشفاء، لا يزيد به المرض ولا يتأخر بسببه الشفاء، فإنه لا يبيح له الفطر، بل ربما كان الصوم سببا في شفاء المريض. يبقى المسألة تتعلق بما يسميه الأصوليون تنقيح المناط. تنقيح المناط يعني مناط الحكم، يعني علة الحكم الذي علق به الحكم، وهو هنا المرض. حكم الإفطار متعلق بالمرض. تحقيق المناط يعني ما هو المرض الذي إذا حصل فقد أباح لنا الفطر، بل قد يجب الفطر. احنا بنتكلم هنا عن الإباحة بمعنى الجواز بالمعنى الأعم، وإلا فقد يكون الفطر أحيانا واجبا على المريض إذا علم أو أخبره الطبيب أن الصوم فيه هلاكه. إذن فالأمر هنا يتعلق بماهية المرض التي تبيح لك الإفطار. رخصة الفطر في المرض إنما يكون فيما يزداد بالصوم شدة أو مدة. يزداد المرض شدة أو مدة، أو يسبب ألما أو مشقة غير محتملين، إما بإخبار الطبيب المختص أو بالتجربة السابقة للمريض، وهذا عنصر مهم، عنصر التجربة الشخصية. أحيانا يكون الجسم قادرا على التحمل، وفي حالات ينصح فيها بعض الأطباء بالإفطار ويصر المريض على أن يصوم لأنه يعلم أنه قادر على هذا الصوم، وفي بعض الحالات يعني حصل فيها تعافي وحصل فيها استقرار للحالة، مما يؤكد أهمية التجربة في هذا المجال. إذن فتنقيح المناط يعني تحقيق المرض الذي يرخص الفطر، أنه الذي تنشأ بسبب الصوم علته أو تزداد به شدته أو تطول معه مدته. تاني، المرض المرخص للفطر أحد أنواع ثلاثة: إما أن تزيد، أن تنشأ بسبب الصوم علته، أو تزداد شدته، أو تطول مدته، أو يتسبب في ألم تشق وطأته. يبقى احنا عندنا نشأة المرض، نشأة العلة، أو زيادة الشدة، أو طول المدة، أو زيادة الألم والمشقة. فحين يكون ترك الدواء أو الغذاء أو الماء سببا في حصول المرض في الابتداء، ما كانش مريض وهيمرض بسبب ذلك، أو تأخير الشفاء، أو زيادة الداء، أو ما يشق تحمله من العناء.
أمر مهم هنا ينبغي أن نطرقه، وهو أن السكري من الأمراض المزمنة المختلفة شدة وضعفا، وإن معرفة أحكام الصوم لمرضى السكري تتوقف على معرفة مدى تعرضهم للضرر أو الخطورة حال صومه، وهذا مبني على عوامل الخطورة وما يصاحب المرض من أمراض وأعراض يتعرض لها المريض إذا صام، وهذا شأن الأطباء المتخصصين وشأن المرضى كما قلنا بما يجدونه من أنفسهم وما عايشوه من تجارب الصوم في حال المرض. والفقهاء يقولون المظنة تنزل منزلة المئنة، المظنة تنزل منزلة المئنة، يعني مش شرط ان هو يقع يطب ساكت علشان اقول له يجوز ان انت تفطر، لا، ما يغلب على الظن بالتجربة بنصيحة الطبيب. وهو ده اللي احنا عملناه برضو في شيء شبيه قضية المظنة تنزل منزلة المئنة، لما كان الزحام بيحصل في الحج احنا كنا بنقول لهم اتقوا الله وأبيحوا للناس الرمية على مدى اليوم والليلة، ده قول فقهي موجود، والأخذ بهذا القول الفقهي أفضل من إزهاق الأرواح التي تتساقط بسبب الإصرار على عدم تجويز الرمي إلا في مدة معينة. حفاظ على الأرواح أولى من الأخذ بأحد الأقوال. فقلنا لهم المظنة تنزل منزلة المئنة، يعني إيه؟ يعني طالما إن في مظنة للزحام والزحام مظنة وقوع ضحايا، يبقى أنا مش هستنى لحد ما الناس تقع وتموت وبعدين أقول يبقى يجوز، لا، يبقى أعطيهم الحكم الشرعي الذي صدقته التجارب والذي يؤدي إلى الحفاظ على الإنسان والحفاظ على المرضى. تكلمنا هنا عن الأبحاث والتجارب الطبية التي سهلت تحقيق مناط الأخذ بالرخصة، إمتى نأخذ بالرخصة، ترجمت ذلك إلى إجراءات عملية وقياسات محددة لمدة المرض ونوع المرض ونوع العلاج وطريقة تناوله والمضاعفات الحادة من الحمض الكيتوني وارتفاع السكر الشديد مع الجفاف والمضاعفات المزمنة وهبوط السكر وخبرة الصوم السابقة والصحة الذهنية والبدنية وفحص السكر الذاتي ومعدل السكر التراكمي وساعات الصيام والعمل اليومي والجهد البدني، كل دي عوامل مهمة، ووجود الحمل، يعني في عامل إضافي هنا وهو الجنين، وكذلك وجود الرضيع. بناء على الورقة اللي تسلمناها وأرسلتها الجمعية في الندوة الماضية، قسمنا مريض السكري مع الصوم إلى 4 حالات. الحالة الأولى إذا كانت الخطورة متحققة بحدوث ارتفاع السكر إلى أكثر من 300 أو انخفاضه لأقل من 70، أو وجود أعراض الانخفاض أو الارتفاع الشديدة، أو وجود أمراض حادة تسبب حدوث الحرارة أو الإسهال أو التعب أو الإرهاق العام حسب ما أفاد التقرير الطبي الذي أرسل إلينا من الجمعية، فإنه يجب الفطر حينئذ. يجب، مش يجوز، لا، لأن الحفاظ على النفس مقدم على أي شيء آخر.
أي أن رخصة الفطر واجبة باتفاق العلماء، لأن المريض يكون بذلك عرضة للهلاك والضرر الشديد، والله تعالى يقول ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. ومقصد الحفاظ على النفس هو أول المقاصد الكلية العليا في الشرائع السماوية. طيب، الحالة الثانية حالة الخطورة المرتفعة بوصول معدل، الأولى الخطورة متحققة، الثانية الخطورة مرتفعة بوصول المعدلات إلى أكثر من 6 نقاط حسب ما جاء في السؤال تقرير المرسل. فالأخذ برخصة الفطر حينئذ واجب، لأن المريض يكون على حافة الخطر، وغلبة الظن كاليقين في الحكم، والمتوقع كالواقع. مش هنستنى لحد ما يسقط أمامنا ضحية وبعدين نقول كان له أن يفطر، لا، المظنة تنزل منزلة المئنة، والمتوقع كالواقع. دي كلها قواعد فقهية وضوابط أصولية ترتب التفكير في ذهن الفقيه والمفتي. وما قارب الشيء أخذ حكمه، والمظنة كما قلنا تنزل منزلة المئنة. وقد نص الفقهاء على أن توقع المرض مبيح للفطر إذا كان ظنا غالبا وخطرا معتبرا له شواهده التشخيصية ودلائله الطبية. وهنا بنتكلم عن الفرق بين توقع المرض توقعا غالبا وبين توهم المرض، زي ما قال سيدنا علي: الناس من خوف المرض في مرض، ومن خوف الفقر في فقر، ومن خوف الذل في ذل. فرق كبير بين التوقع الذي تشهد له الدلائل التشخيصية أو التجارب السابقة، وبين وهم المرض أو الخوف النفسي المحض. الحالة الثالثة إذا كانت الخطورة متوسطة. الخطورة المتوسطة حسب التقرير اللي أرسل إلينا تتراوح معدلاتها بين 3.5 إلى 6 نقاط، وده يحتاج إلى مزيد من الشرح يعني. فالصوم أفضل، الخطورة هنا متوسطة، فالصوم أفضل مع جواز الأخذ برخصة الفطر حينئذ، خاصة في حال خوف المريض، لكن بشرط مشاورة الطبيب ومراجعة الوضع الصحي وخبرات المريض السابقة وأدويته وتوضيح احتمال الخطورة، وبشرط أن يلتزم المريض بالمراقبة المستمرة لمستوى السكر في الدم والأخذ بإرشادات الطبيب. الحالة الرابعة وهي الأخيرة إذا كانت الخطورة منخفضة تتراوح معدلاتها من 0 إلى 3 نقاط، فالصوم حينئذ واجب، ولا يجوز الترخص بالإفطار ما لم تحصل مشقة بالصوم. هنا دخل عامل آخر غير عامل نفس المرض أو زيادة شدته أو مدته، لا، دخل عامل جديد وهو عامل المشقة والعناء، اللي هو على الذين يطيقون، أي يطيقونه بمشقة، فحينئذ يجوز له أن يفطر. وإذا احتاج أيضا إلى الغذاء والدواء فحينئذ له أن يفطر. هذا بالنسبة لمستويات مرضى السكر مع الصيام. في هنا معنى آخر نحب أن نشاركه معكم، وهو معنى توهم المرض وبعض الدعوات التي سرت بين بعض المتصدرين في الفقه، حاولوا أن يوهموا يعني أن مجرد وجود مرض أو وباء زي وباء كورونا، نسأل الله تعالى أن يحفظنا وإياكم، يبيح أن الناس كلها تفطر.
وهذا غير صحيح، هذا غير صحيح على الإطلاق، فإن هناك فارقا بين المرض وقوعا أو توقعا بالدلائل التشخيصية وبين وهم المرض والخوف منه. اتفقت، والكلام ده قلناه في فتوى الصوم في كورونا، قلنا اتفقت كلمة الفقهاء مع اختلاف مذاهبهم وتنوع مشاربهم على أنه يشترط في الخوف، في الخوف من المرض الذي يبيح للمريض الفطر، أن يكون ظنا غالبا وخطرا معتبرا له شواهده التشخيصية ودلائله الطبية التي يعرفها المختصون أو يدركها صاحبها بتجربة سابقة، لا بأوهام أو مخاوف مجردة. وإلا دخلنا في قصة مرض توهم المرض كما يسميه الأطباء النفسيين. وذكرنا لكم كلام سيدنا علي: الناس من خوف الذل في ذل، ومن خوف الفقر في فقر، ومن خوف المرض في مرض. وتوهم المرض هنا أشد وقعا من المرض نفسه، دي حالة نفسية صعبة. والمسلمون تنبهوا إلى هذا المعنى عندما عملوا وقفا لإزالة هذا الوهم من أوقاف المسلمين على المستشفيات. الوقف الذي يقف فيه يوظف أطباء معينين يقفوا عند رأس المريض وتكون حالته صعبة، ويتشاوران بشأنه تشاورا يوحي إليه بأن مرضه سهل جدا، وإنه هو خلاص في سبيله إلى العافية. ده كان وقف موجود عند المسلمين مبني على حسن الظن، ومبني على التعامل مع الله سبحانه وتعالى، وأن قدرته فيها طلاقة أقوى من الأسباب، وأنه قادر على أن يشفي سبحانه وتعالى. فده معارض، يعني ده من ضمن الأمور التي كان يحارب بها وهم المرض. الرئيس أبو علي بن سينا شيخ الأطباء كان يقول: الوهم نصف الداء، واليقين نصف الدواء، والصبر أول الشفاء. الوهم نصف الداء، واليقين نصف الدواء، والصبر أول الشفاء. زيادة في معرفة آثار الصوم على الأمراض المختلفة، في أثر عند في كتب الحديث عن وهب بن منبه رحمه الله، كان يقول: أجمعت الأطباء أن رأس الطب الحمية، الرجيم يعني، الحمية المتمثلة في الصيام. والعرب أطباء العرب صنفوا عبر العصور في علاقة الصوم بالحفاظ على الصحة، حتى قال الحارث بن كلدة، الحارث بن كلدة كان طبيب العرب وكان مسيحيا، فكان يقول: الحمية رأس الدواء، والمعدة بيت الداء. أطباء المسلمين كان لهم تجارب كثيرة في العلاج بالصيام، كان أبو علي بن سينا يفرض الصيام على كثير من حالات المرض التي يعالجها، ولم يكن يعدل به علاجا. حتى الشيخ القسطلاني في كتابه مدارك المرام في مسالك الصيام بيقول: والصيام من أقوى الرياضات المذهبة للفضلات في الأجساد. كان بيكلمني معالي الدكتور قبل الندوة عن
أثر الصوم في إذهاب الخلايا الفاسدة في الجسم. أهو الشيخ القسطلاني هو يا مولانا، القطب القسطلاني في مدارك المرام في مسالك الصيام: والصيام من أقوى الرياضات المذهبة للفضلات في الأجساد إذا استعملت على الموضع المستقيم. قال: وأما ثمراته فأحدها صحة الأبدان، وقد ورد في الحديث الشريف: صوموا تصحوا. ولأن وجود الأسقام في الأجسام أكثر ما يعرض من تكاثف الفضلات وتكاثر الامتلاء، وقد بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذلك بقوله: أصل كل داء البردة. هو البردة كثرة الأكل حتى تبرد المعدة عن هضم الأغذية، أصل كل داء البردة. والصوم يحلل تلك الفضلات ويتنزل منزلة الاستفراغ لها من إزالتها أو تقليلها. وذكرنا في الفتوى أنه على مدى أكثر من 20 عاما في السنوات الأخيرة أجريت مئات الأبحاث المعملية وعشرات الدراسات والتجارب الطبية لإثبات الأثر الكبير لأنظمة الصيام المتقطع للإنسان والحيوان في تقوية الجهاز المناعي وتسببها المباشر في تجديد خلاياه. منها دراسة تطبيقية صدرت عام 2014 بجامعة جنوب كاليفورنيا بأمريكا تحت عنوان: الصيام، التقنيات الجزيئية والتطبيقات الطبية. نشرت الدراسة في مجلة The New England Journal of Medicine، وكان من نتائجها أن الصوم لديه القدرة على منع الإصابة بالشيخوخة والوقاية والعلاج من الأمراض، ونصحت بصيام 3 أيام متتالية تحت إشراف الطبيب يقضي أثناءها البدن على ما هرم وتضرر وتلف من الخلايا المناعية فيقل عددها بشكل مفاجئ، فإن عاد الغذاء بدأت بالتشكل ثانية وإنتاج خلايا دم بيضاء أكثر قدرة على مواجهة الفيروسات، وتجويع الخلايا خلال هذه الفترة يجعلها أكثر مقاومة للإجهاد وأطول عمرا، ويعطي الجسم الإشارة بعدها للبدء بتجديد الخلايا الجذعية، حيث يتم خلال 3 أيام تالية فقط بناء نظام مناعي كامل أكثر قدرة على تمييز الفيروسات والتخلص منها بكفاءة عالية. دراسة تانية طبية سنة 2018 في جامعة إلينوي في شيكاغو نشرت في مجلة بعنوان: آثار التغذية المقيدة لمدة 8 ساعات على وزن الجسم وعوامل خطر الإصابة بالأمراض الاستقلابية لدى البالغين البدناء، دراسة تجريبية، واعتمدت نظام 8-16، 8 ساعات غذاء و16 صيام، لتخلص في نتيجتها إلى فعالية هذا النظام على أجهزة الجسد. الفتوى قبل صدورها ب3 أشهر صدرت دراسة بحثية من جامعة جونز هوبكنز في بالتيمور ولاية ماريلاند بالولايات المتحدة الأمريكية نشرت بتاريخ 26/12/2019 تحت عنوان: آثار الصيام المتقطع على الصحة والشيخوخة والمرض، ونشر ذلك في مجلة The New England Journal of Medicine. وكان من نتائجها أنه بعد صدور مئات البحوث التي ساقت منها هذه الدراسة في مراجعها 80 بحثا طبيا، البحوث دي أنا اطلعت عليها بنفسي وأنا اللي ترجمت كل النتائج دي عشان كده بقراها كلها. فكان 80 بحث طبي في دراسة الصوم المتقطع على مدى 20 أكثر من 20 عاما أتت هذه الدراسة لتظهر أنه لا حاجة إلى صيام 3 أيام متتالية لتقوية المناعة، وأكدت اعتماد نظام 8-16 يوميا عوضا عن ذلك أو صوم 2 يوم من كل أسبوع، لأن الصوم بهاتين الطريقتين
أثبت فوائده الصحية وقدرته الهائلة على مقاومة الأمراض كالسمنة والسكر والقلب والأوعية والسرطانات والاضطرابات العصبية وتحسين الصحة، ونبهت الدراسة على ضرورة الاكتفاء بوجبتين في هذا النمط من الصيام، وأن من يتبع فسيعاني الكثير من الجوع وربما ضعف القدرة على التركيز، ومع ذلك فعادة ما تختفي هذه الآثار الجانبية الأولية في غضون شهر واحد، وأنه يجب إخطارهم بذلك. وكتب أحد معدي الدراسة أنه درس التأثير الصحي للصيام المتقطع لمدة 25 عاما ويمكن جعله نمطا لحياة صحية. اللجنة العلمية بقى التي عقدت في دار الإفتاء المصرية كانت في 14 شعبان سنة 1441، 7 أبريل 2020 يعني 3 سنوات بالضبط، بدار الإفتاء المصرية، ضمت مجموعة من كبار علماء الطب في مصر، وبعد النقاشات العلمية والمداولات البحثية خلصت اللجنة إلى أنه لا يوجد أي تأثير سلبي للصوم في حالة الوباء الراهنة على الأشخاص العاديين، وأن عدم شرب الماء أو تناول الأغذية لمدة النهار لا يزيد من احتمال انتشار العدوى إذا التزم الشخص بارتداء وسائل الوقاية اللازمة واهتم بالتعقيم بصورة دائمة، إلى آخر ما قلناه في هذا الإيه في هذا الصدد. أسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأشكر لحضراتكم حسن استماعكم، كما أشكر للجنة الكريمة الجمعية وللدكاترة الفضلاء دعوتي لهذا اللقاء الكريم، وأسأل الله تعالى أن يحفظنا وإياكم بحفظه، وأن يكلأنا وإياكم بعين عنايته ورعايته، وأن يسترها معنا وإياكم في الدنيا والآخرة. شكرا فضيلة الدكتور وسام. نفتح الأسئلة، أسئلة جاهزة ولا نبتدي نسأل؟ أي دكتور حمام فضل. أنا بسأل على المرضى السكر اللي عندهم خطورة متوسطة ويكون فيها أفضلية للصيام بشرط حدوث أشياء طبية معينة اللي منها متابعة السكر، فسؤالي هل ما هو واجب فما يجب لحدوثه فهو واجب، بمعنى إيه؟ إن هو في وجوب شرعي لقياس السكر بطريقة زي ما بيقولها الدلائل العلمية وجوبية شرعية لتحقيق أفضلية الصيام، ولا المريض اللي مش هيلتزم وهيصوم عليه هيبقى مقصر أو عليه وزر أو حاجة زي كده؟ في الحقيقة الحالة المتوسطة في مرضى السكر حاجتها إلى العناية حاجة إجرائية، والأمر الإجرائي يعني المفروض إن هو كشيء وقائي يتعمل بطريقة آلية يعني، ما لكن إحنا هنا بنتكلم عن إن المريض بيستشعر بالخطر، فالمسألة ليست حادة في قضية الوجوب والتقصير هنا، بل هي متعلقة بغلبة الظن. وهو لو مقاسي هيبقى فيه خطورة، يعني زي ما أساتذتنا بيقولوا هيبقى فيه خطورة كبيرة. بالضبط، يبقى خلاص يبقى يجب عليه أنه يقيس. تمام، شكرا. جابني أول سؤال بتاع يعني على العهد القديم على العهد
يعني فضيلة الشيخ خضر يعني شرفنا، بيقول العهد القديم والعهد الجديد والعهد الأخير، عجبتني جدا يعني، تدل على ثقافة عالية جدا. وبعدين في الآخر اتكلمت أنت على جون هوبكنز في أمريكا وإلنويس في شيكاغو والكلام ده كله. طبعا يعني بسأل سؤال أكاديمي لحضرتك، يعني جماعة بتوع لجنة الإفتاء عندنا في مطروح بيقولوا لنا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فمين هم أهل الذكر من وجهة نظرك دلوقتي؟ أطباء السكر ولا حضراتكم يعني؟ أهل الذكر في كل موضع بحسبه، وإحنا هنا معشر المفتين ومعشر علماء الشريعة عالة عليكم أيها الأطباء في مجالكم، وإن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. فلا بد حتى أتكلم أنا كمفتي أو كمتكلم في أحكام الشريعة في أي فتوى أو حكم شرعي، لازم أعرف تصوير هذه الواقعة. عندنا الفتوى تمر بأربع مراحل، نحن نحتاج إليكم في المرحلة الأولى احتياجا أساسيا. أولا قضية التصوير اللي هو الحكم على الشيء فرع عن تصوره. كل التفريعات اللي احنا فرعناها دي ما كان لنا أن نعرفها ولا أن نفهمها إلا عن طريقكم. فالحكم على الشيء فرع عن تصوره، ولا بد من معرفة المحكوم فيه معرفة تستوفيه. ولذلك فأنتم هنا أهل الذكر يا عم. المرحلة الثانية مرحلة التكييف، بعد ما أتصور المسألة، وهذا التصور أو هذا التصوير للواقع قد يكون بسيطا وقد يكون معقدا مركبا. ولأجل ذلك الواقع أصبح الآن له علوم لدراسته، ما كانش زي الواقع القديم. دلوقتي عالم، وأصبحت هناك يعني وسائل مختلفة للتعامل مع كل نمط من أنماط الواقع. بقى عالم، هناك عالم الأشخاص، عالم الأفكار، عالم الأحداث، عالم الأشياء. وده أمر مهم جدا احتاجناه في الخلايا الجذعية. لما جينا نتكلم عن الخلايا الجذعية من الأجنة المستبعدة، اتكلمنا ان الأجنة المستبعدة دي احنا بنتعامل مع أشياء ولا مع أشخاص؟ شوف الفرق، والفرق هيأتي هنا في الإثكس والأخلاقيات الطبية. أنا هنا لما بستبعد الأجنة غير اللي أنا مش هستعملها دي، أنا كده بتعامل مع عالم الأشياء ولا مع عالم الأشخاص؟ عالم الأشخاص يبقى أرفع يدي أكف، عالم الأشياء لا، يبقى أنا كده في إطار الاستعمال المباح، وهكذا. يبقى الواقع ده وتصوير الواقع يحتاج إلى علوم لدراسته، فكيف إذا كان واقعا مرضيا يحتاج إلى أبحاث طبية وتجارب معملية وسريرية وغير ذلك، مما يجعلنا نتوقف عند إخبار الأطباء ومعلوماتهم وتشخيصهم. حالة التكييف في الفتوى، بعد ما أخذ الواقع وأتصوره تصورا واضحا كافيا ألحقه بالباب الفقهي المناسب لي، أكيفه عندي في الشجرة التصنيفية الفقهية. وبعد على مرحلة التكييف بخش في مرحلة الحكم. الحكم ده شيء ثابت، وبعدين أخش في مرحلة الفتوى اللي هي تتغير بتغير الزمان والمكان والأشخاص والأحوال. إيه الفرق بين الحكم والفتوى؟ الحكم ده شيء ثابت، لكن الفتوى متغيرة. وهو ده اللي بيخطئ كثير من الدارسين الشرعيين فيه، فيروح واخد اللي درسه في الكتاب ويروح مطبقه على الواقع. لا، هو كده بيطبق حكم مش فتوى. فبقول له على رسلك، افهم اولا هل تطبيق هذا الحكم الذي قرأته في الكتاب يحقق علته ويؤدي الى مقصوده الشرعي ولا يؤدي الى العكس. اجيب لكم مثال سريع علشان دايما ايه التفاصيل هي التي تحتاج الى
إيضاح، أو هي التي توضح الأمور. باب اللقطة مثلا عندنا في الحديث عرفها سنة، يعني لو وجد اللقطة يعرفها سنة. طب الكلام ده متصور في البيئة البسيطة البادية الريف، الناس عارفة بعض، لما يجي واحد غريب يخش البلد عارفين ان في غريب دخل البلد. لكن انا هنا بتكلم عن مجتمع مدني شعوبي له مؤسسات، فلو لقيت حتة ذهب في الشارع هعرفها 100 سنة ولا حد هيعرف. مش هو ده في مؤسسات، واللي بيضيع منه حاجة بيروح يدور عليها عند حتة معينة، مؤسسات معينة. فما ينفعش أطبق الحكم ده مجردا عرفها سنة. أعمل إيه؟ أخذ الحاجة اللي لقيتها وأضعها في المكان الذي يبحث عنده عن هذه المتعلقات، وهو قسم الشرطة، وهكذا. المقصود أن الكلام الذي بدأنا به الندوة، وهي قضية أن هذه الكلمة الأخيرة إلى العالمين اللي هو القرآن اللي هو الدين الإسلامي يصلح لكل الأسقف المعرفية ويتسق مع كل الحقائق العلمية، ده سبب وجود المرونة الواسعة في أحكام الشريعة، وده يفهمها المتخصص في الشريعة، إن في مرونة، وإن في أكثر أحكام الشريعة فيها موضع خلاف، والذي يشكل هوية الإسلام منها أحكام الإجماع قليلة. ليه كانت هذه الفروع الفقهية كثيرة جدا؟ لأن مرونة هذا الدين تكمن في قدرته على التعامل مع العوامل المختلفة زمانا ومكانا وأشخاصا وأحوالا. فضل. هناك فرق بين الصيام والصوم. في القرآن أشار كتب عليكم الصيام، ما قالش كتب عليكم الصوم. الصوم اللي هو الامتناع عن الكلام، الصيام الامتناع عن الأكل والشرب والجماع. فاللي حبيت أوضح النقطة ديت، فيجب إن الناس كتير مش عارفاها. في رمضان ده صيام، لما أقول صوم ده امتناع عن الكلام فقط وليس الامتناع عن الأكل والشرب كما موجود في القرآن. جميل. هذا الفرق إنما نحتاج إليه إذا ذكرنا المصطلحين معا. في حاجة اسمها في اللغة إذا افترق اجتمع وإذا اجتمع افترق. يعني إيه؟ يعني أما أقول الإيمان يتعلق بالعقائد والإسلام يتعلق بالأحكام، لما أجيبهم جنب بعض. لكن لما أقول ده راجل مؤمن يبقى أنا أقصد الإسلام والإيمان. لما أقول ده راجل مسلم من غير ما أجيب الإيه الثنائية التانية بتاعته يبقى مقصود أنه مسلم مؤمن. نفس الشيء هنا، لما أجيب الفرق بينهما أو إني نذرت للرحمن صوما يبقى ده علشان السكوت، كتب عليكم الصيام يبقى عشان رمضان، يبقى أنا فرقت بينهما لأني سقتهما مساقا واحدا اللي هو إذا اجتمع افترقا. طيب لو قلت الصوم لوحده أو الصيام لوحده ينفع كده وينفع كده، اللغة تحتمل هذا، ووردت الأحاديث النبوية بكده وبكده. فكلام حضرتك صحيح، وهو ملحظ جميل إذا جمعنا بين المصطلحين فرقنا بينهم، لكن إذا ذكرنا واحدا منهما وحده يبقى يشمل النوعين معا. بارك الله فيك دكتور. كان في بعض الأسئلة من بعض الأساتذة، عشان عندنا أونلاين دلوقتي حاضرين، يعني احنا حوالي عندنا 1500 تسجيل. بالنسبة للأمراض المصاحبة للسكر اللي هي بتشكل خطورة، يعني يمكن السكر في بعض الأحيان ما بيكونش هو المشكلة، لكن بعض الأشخاص عندهم مشاكل أخرى جانبية، سواء كان نوع العلاج أو المرض المصاحب أو المضاعفات، دي بتشكل خطورة. طيب إذا كان عندي أن الخطورة نسبة قد تحدث وقد لا تحدث،
مفروض ان احنا ننصح هذا الشخص اللي عنده سكر يصوم ولا يفطر؟ يعني اذا كان في مثلا عندي 100 شخص احنا عارفين نسبة منهم قد تتأذى اذا صامت، يبقى انا هقول لهم كلهم افطروا عشان احتمال ان في مثلا 5 منهم هيحصل لهم مشاكل، ولا انا هقول لا في 95% مش هيحصل لهم حاجة وال 5% دي نسبة اقلية؟ فايه رأي حضرتك في الموضوع ده؟ كلما كان الاحتمال غالب كلما كان الرخصة متحققة. واحنا لما ذكرنا الحالات المختلفة في السكري احنا في الحقيقة هي دي حالات لكل الأمراض، يعني قاعدة المظنة تنزل منزلة المئنة، وقاعدة المتوقع كالواقع، وقاعدة ما قارب الشيء أخذ حكمه، كلها بتشير إلى إن ما كان على شفى الإصابة بالمرض أو الاحتمالية الإصابة بالمرض يبقى الرخصة هنا في حقه جائزة. عندنا مشكلة ان اغلب الابحاث اللي قالت ان هناك امان في الصيام بتجرى وقت رمضان فقط، ولو بعدها بتبقى بعدها بشهر او شهرين وقت قليل، وبالتالي لا تبحث مدى حدوث مشاكل على المدى الطويل. يعني عارف حضرتك ايه مثلا بيبقى فيه ابحاث شفناها بتلقى قصادنا، ان مثلا في حوامل صاموا اثناء رمضان ما حصلش مشاكل، لم يدرسوا بعد كده هل الطفل طلع فيه مشاكل، مثلا هل حدث هبوط في السكر اثناء الحمل والطفل بعد كده مثلا مستوى ذكائه بقى ايه؟ محدش بيدرس الكلام ده خالص، محدش بيدرس الاثار الطويله. واحد عنده فشل كلوي بيغسل غسيل كلوي، يقولوا احنا صومناه وخلال رمضان ما حصلش مشاكل، هل حد درس بعد سنة الكلى ابتدت تتدهور ولا لم تتدهور وهكذا؟ فدي مشكلة الحقيقة بعض الأبحاث، إن هي درست شهر رمضان فقط، بعده مثلا بشهر وخلاص بيقولوا هو صام قدرنا نصومه. فبرضو ده الحقيقة إن هو عمل لنا مشكلة وحيرة، مش عارفة إيه رأي حضرتك. لا هو ككلام حضرتك كلام مهم جدا، ودي كده مشكلة داخلية في التصوير عندكم معشر الأطباء، إن أنتوا بتدرسوا الحالة الآنية ولا تلتفتوا، أو في الدراسات يعني والبحوث لم تلتفت إلى الحالة المستقبلية، وده أمر مهم جدا، أمر مهم جدا وملحظ يجب أن يستكمله الباحثون في الطب. شكرا. أسئلة تانية؟ حد يحب يسأل أي أسئلة؟ طيب احنا طبعا نشكر حضرتك جدا. احنا طبعا سعداء بوجود حضرتك معنا جدا، وبنتشرف بوجود حضرتك، وبنتشرف باستمرارية دعم حضرتك للجمعية، وبالذات طبعا في صيام رمضان ومرضى السكر والفتاوى. واحنا على وعد ان احنا هنحظى بفتوى قريبة على مواضيع متسعة بقى احنا بحثنا فيها خلال السنتين الماضيين. نشكر حضرتك جدا.